هذا اللقاء كما لاحظتوا معنا استعرضنا فيه يعني الكم الهائل من ما يعني يعترض الوكالة من عقبات في سبيل تطهير حافظة الاستثمارات التي ورثتها الوكالة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي بلغت أكثر من كما شفتوا معنا أكثر من 9000 ملف، منها أكثر من 5000 ملف في استثماري في طور الإنجاز، وكلها يعني رانا نتابع فيها من أجل لا سيما تلك التي انتهت مدة إنجازها ولم تدخل يعني في مرحلة الاستغلال.